تعالوا أورجيكم أغلى ما عندي من مقتنياتي الشخصية. أول إشي هذا صندوق سونارا، صنع في نيويورك سنة 1928، كان جدا عالي الجودة، لذلك بعد الاكتئاب الأمريكي Great Depression الشركة أفلست وقفلت، لأنه كان سعره تقريبا بسعر سيارة. هذول السيديهات من كل أنحاء العالم، وكل واحد من الألبومات هذه عبارة عن بس أغنية واحدة، يعني كل واحد من هذول عبارة عن أغنية، مو زي الأيام هذه كل سيدي في 500 أغنية. وهذول عم بحكي عنهم هلا بجيكم فيهم، بس هلا بنحط هون هذول للأستاذ محمد عبد الوهاب، تمام؟ وهذول هم طبعا أغرب إشي فيه، طبعا اللي بيعرفش إنه هذا ميكانيكي 100%، فيش أيامها كهرباء. وهذا هون الكنترول تبع الصوت، هلا بورجيكم كيف بيشتغل، غريب. جاهزين؟ طبعا اللي بحكي عنهم اغنى مقتنياتي هم السيديهات هذه للاستاذ محمد عبد الوهاب، وقصتهم هم اللي فيهم. الاستاذ المرحوم باذن الله اشرف حسني متولي من بورسعيد مصر، صديقي واستاذي، عرف اني اشتريت الصندوق هذا، كنت فرحان جدا فيه من تقريبا 10 سنين، اشتريته مع منزل، اشتريته كان فيه، قلت له ما بشتريش البيت غير الصندوق يضل فيه. فرح لي جدا وراح على مركز الثقافي العالمي القاهرة ولقى لي السيديات الأصلية ديسكات وجاب لي اياهم هدية، لذلك هم أغلى مقتنيات على قلبي. ترحموا على روحه، ألف رحمة عليك. Thank you.